مقبول. سلامات. والله انا منفش. من اول يعدي من اول يعدي يعدي يعدي. اعطونا قصه وقصيده. على خشم. ما تبلش. انا يا طول عمري دق سلم. ما تبلش. اللي تبع على طول عندي. انا يا طول عمر السلامه. يا قصير العمر. خل اعلق. لا. انا يا طول عمر السلامه. لا. جا شايب ان هنا لا صدق يا اخي والله والله ما بطقطق عليك وجه الله ما تخلني اطقطق اسمعني اسمعني الوقت هذا مو وقت ريالتي خلاص ما لا دخل ريالتي سالفه ريالتي اول الاصل ريالتي بعدين سالفه الحين نبي سالفه صدق على خشم ما تعرف تسولف يا ولد ما تعرف تسولف المهم يا طول عمر السلامه جاك شايب وتعطل ومعها يا ده انت عض على حطبه ما هو بيشحن اسمع يا دحاب لا تقعد تدقني بالكلام ترى لو ادخل كوفي شروم بعتك خلنا اسولف المهم يطول عمره السلامه ويتعطل الشايب وهلا معه كنت زمان ماني بشاعر يوم تعطل فتاني الشعر المهم يطول عمره السلامه قال له الشايبه لسه تمر من حول عيه ما حد يوقف له سارت تمر من حول عيه ما حد يوقف له الرجال متعطل بنزين ومبنشر كفره اليمين اللي صار كان اخذ براطمك استبنى المهم تفضل تفضل كامل اخي لا ما تخلني ازعل المهم يطول عمر السلامه وانا اوقف قد كنت بروح للدوادمي معزوم عند رجع ان شاء الله وين الدوادمي وين تقع قبل الذا ورا عفيف لا لا غلط قصر غشش كاسمع غشش 20 دقيقه اريد ذا مريض المهم اروح رايح للدوادمي ابغى اتعشى للرجال على جنب والله مالي خاطر اسمع سوالفك مو هو بلا غصب العقل تبغى تسمع سوالفك يعني اسمع سوالف مساعد يا رائده إذا كلبون السوالف وسوالف الحالة هذه وش أنت مساعد يعني ما ترى كنازير أنا بس مساعد ترى قلنا قلنا حتى هو منصدم وش بيصير تحمس لا خلوا راح المهم خلاص عسال فكم ما طلعت حلوة والله ما نبيها والله نقولها ما نبي شبيه لو يجي تقاطع أصوات وتروح يلا هات رحت الدواد المهم وأنا رايح للدواد بلا ذا الشايب متعطل ومتغرز متغرز متعطل الرجال على جال الخط وقف عنده يطلع عمر السلام عطنا سالفتك يوم شفت يوم اقول لك هيدا انت رجال قولها سنة من السنين ايوه سنة من السنين ها والله لا خربها سنة من السنين طلعت انت هو اللي طلع ما بنت دقيقة صدى 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 انت صدى انت اللي سبيك راح عمني ايه ونص طيب ما تكلم هذا من يروح؟ هذا من اللي راح؟ من؟ من؟ راح اجيب الشاي وبجي. يا دحام. شاي عامل. لا 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 لا. المهم وانا اروح الدواد ما يطول عمر السلام. كمل العيال بس دقايق. ويوم رحت الدواد. نبي والله صدق نبي سالفه من علي قصه تصيديه والله. نبي مع القهوه نتقهوى نمخمخ عشان شوف تبدا يومك ببوابه. قلع يا رجال. مساعد اسمعني. قلع والله ما ادري. تعال تعال تعال. مساعد. مساعد اسمع دقيقه. خلاص خلاص تعال اسمع. لا مساعد تكفى رح. مساعد لا تكفى رح. مطلوب طلبه مطلوب انك تروح مساعد صل على النبي وروح الله يرحم والدي الحمد لله والله العظيم صدق يعني لا واللي ما انا اقول سالفه طيب اسمع مساعد والله ما اروح طيب اسمع والله ما احد يتكلم لان اقول سالفه طيب اسمع اسمع لكل مجلس رجل يتحدث لكل المهم واجيك الدواد لكل كوادن جنبه المهم وقف عند الشايب يا ولد يا ولد ايش قومك يا والله ما تتكلم ساعد لا تفقع مرارتي لا تفقع مرارتي لا تسوي الرجل الشرس فاطبق وجهك خذ اقول سالفتي بس الدواد يوم اعطيته كفر بس خل اقول لك لا لا والله شفت لو اعطيتني مجال خلص والله ما تخلص المهم يطول عمر السلامه وانا رايح للدواد للشايب ذا اللي متعطل عليه ما حد يوقف له وانا اسحب جلطه وقف سلام كيف الحال طاب الحال العب يا ولد يا ولد انا شايب له يا ما بصوت الشايب المهم لا تقطع سوالي المهم يطول عمر السلامه للشايب يا زهم فيني تكفى يا فلان لا تزهم كيف اعرفك؟ يتابعني الرجال تعال ايوه دخل مخارج زهم المهم عرفني الرجال قلت كيف عرفتني؟ قال اتابعك وتكفى خل احنا ندخل انا ستريك وما ادري ايش يقول ميدي قول الشايب الشايب شايب المهم انا راح اغير له كفر وانا جاي فكتبت قصيده يا الشايب اللي تابعني وعييت ما رد له الاضافه ليه يا الكبر ليه يا العنفوانه ليه 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 يا الكبر ليه يا العنفوانه ليه يا الجمال
الشعر كاسي وجهه البياض من كبر السن. تخيل لا ثلاث ولا اربع دقائق واحد نوقف له يمشون مع الخط السريع وهو واقف على جاله. يا سلام. ها خلاص خلاص راحت الطاقة. وش الحكمة من هذه؟ لا يا ماجد الحكمة الحكمة عشان اذا شايف تعطل يمكن يتابعكم وقفوا وساعد. يا سلام. صح. يا سلام. يا سلام. لا فضل. علمكم سالفة الشاب الانقلب. خلاص كمل. والله صدق سعد. نبي شوف تبدا اليوم فعالية تنشطك. بعدين ترجع تاخذ لك فنجان مع جلسة زي كذا. في مجلس ما في نفس خفيف صح صح تقهوه تروق عقبه تاخذ لك نفس خفيف تاخذ لك اي باور تنطلق للرياليتي تام صايم عندنا صح الى 3 الفجر وانت تقول بي. طيب اللي ياخذ نظاره خويه يستاهل خويه يستاهل خويه خويه يستاهل طيب واذا انا اخذت شيء الخوي خوي انا 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 الحاله ابغى اشوف ايش بترد عليك انت تستاهل انت ما تستاهل لا ما تستاهل ما تستاهل رد عليك ريزي كله أي. ما تستاهل انت ما تستاهل رجع اغراضي رجع اغراضي كلها في مثل يقول جلسه ما جلسه بدون فراش لا لا داعي داعي بلا لا من جاء بلا فراش من جاء بلا داعي يجلس بدون فراش مع السلامه مع السلامه حمد اليابسي استاذ ابو ابراهيم تعال 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 عد عد رجع تعال 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 معي صدق صدق ابراهيم مرحبا ابو فرمي قصه علومكم فيها من الحكمه وفيها من المتعه وفيها من ابو همين لا لا رجال لا بدون قصر ابو همين متفقين قبل لا تجي ان الرجال بيعطينا